حضر عدد كبير من الجمهور بمختلف بقاع السعودية لحفل تقديم الدول البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي. وأبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فخره واعتزازه بقرار حمل قميص النصر السعودي. وقال كريستيانو رونالدو خلال تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: شعوري جيد، أنا فخور جدا بأخذ هذا القرار في مشواري الكروي. أعترف بأنه كانت لدي اتصالات من البرتغال وأمريكا، لكن أعطيت كلمتي الأخيرة لنادي النصر السعودي. وأضاف رونالدو: لعبت في أفضل أندية العالم وأنا حاليا مع نادي النصر. وأردف النجم البرتغالي: تلقيت دعما كبيرا من عائلتي للاعب في السعودية، أريد المشاركة يوم الخميس في حالة السماح لي من قبل المدرب. وقدم فريق النصر السعودي أمسية اليوم الثلاثاء نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو لجماهيره بملعب مرسول بارك، والذي عرف حضورا قياسيا للمحبين وسط استقبال أسطوري. وأمضى الدون بعض الكرات ليمنحها لأنصار النصر، إضافة إلى إلقائه كلمة بحضور عائلته الصغيرة، حيث قال: أعدكم بتقديم أفضل ما لدي. وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض سهرة أمسية الاثنين.